لكل ستات مصر اكتوبر ذا بريست كانسر اويرنس مانس. انا عارف ان الفيديو ده اوت اوف سكوب شويه واحنا ما بنتكلمش فيه عن الاسنان، بس من احساسنا بالمسؤوليه تجاه المجتمع بريست كانسر ذا بيج ايشو ان ايجيبت، لازم على قد ما نقدر ان احنا نعمل اكزامينيشن باستمرار، لان الميزه في البريست كانسر ان احنا نقدر نكتشفه بدري، ولو اكتشفناه بدري العلاج بتاعه بيبقى اسهل بكتير جدا من لو الموضوع اتاخر. من احساسنا بالمسؤوليه تجاه المجتمع احنا هنتبرع ب 50% من اسعار الكشفات كلها اللي داخله في شهر اكتوبر، وده هي فاونديشن تو سبورت اول كانسر فايترز ان ايجيبت.